يأتي هذا اللقاء هذا من أجل مناقشات ودراسات الإمكانيات ديال إلحاق الأبناء المولودين خارج الزواج للأباء ديالهم البيولوجيين وبالأخص الأب البيولوجي ديالهم. نحن لطالما نظلنا داخل الجمعية المغربية اليتيم باش يتحمل الأب المسؤولية ديالو في الفعل الجنسي المودي إلى الحمل، وكنا ننادي دائما من خلال الملتقيات الوطنية أن ندعو إلى إجبارية الخبرة الجينية، على أمل أن الخبرة الجينية ستساعد وتنور القضاء المغربي أنه أن ينصف ذلك الطفل وأن يحكم له بالعدل وأن يحكم بإلحاقه للأب ديالو البيولوجي، إلا أننا اليوم نرى العكس ذلك. اليوم القضاء المغربي ومحكمة النقد أثبتت ذلك، أنها ما زال ترى ذلك الطفل المولود خارج الزواج هو واحد بنظرة دنيا، نظرة احتقار، ما زال أنه طفل غير شرعي. نحن الآن نميز ما بين الطفل الشرعي والطفل غير شرعي، الدستور ديال المملكة ديالنا واضح في هذه المسائل، لا فرق بين الأطفال مهما كانت الوضعيات الاجتماعية ديالهم، المواثيق الدولية كذلك لا تفرق بين الأطفال، والمغرب هي ملزمة لهذه الاتفاقيات. اليوم كنشوفوا كاين تراجع كبير، وهذه نقصة في مجال حقوق الطفل ومجال حقوق الأطفال المتخلى عنهم بالأساس. ما يدعو أو لا ما يجبر الأمهات البيولوجيات على التخلي عن الأطفال ديالهم هو عدم الاعتراف ديال الآباء. اليوم إلا ما اعترفش هذا الأب هذا بالابن ديالو وما نسبوش ليه، فالأم كتكون مجبرة على أنها تخلى عليه، وما عمرنا ما غادي نسالو مع ظاهرة التخلي عن الأطفال في المغرب. دائما غادي نبقاو نشوفوا الأرقام في ترافع في ارتفاع مستمر، وهذا يسيء للبلد، يسيء للطفولة المغربية، ويسيء للمشاريع ديال المغرب. طرحنا اليوم في هذه الندوة إشكالية قديمة جديدة واللي ما غاداش حل إلا ما توافقناش عليها، كمجتمع مدني، كعلماء دين، كرجال قانون، وهي اعتراف النسب لشريحة مهمة من المجتمع المغربي، هي شريحة أطفال المتخلى عنهم، شريحة أطفال مجهولي الأب أو الأبوين. ملي تنقولوا شريحة الأطفال المتخلى عنهم تنعرفوا أنهم كاين واحد الأطفال اللي متخلى عنهم في الشارع مثلا، ما معروفش الأب ديالو، ما معروفش الأم ديالو، أنا كلينا نناقشوا هذه المسألة. لكن أن يكون الأب معروف نقدر نسميها أزمة فكرية، أزمة ضمير، لأن الأب معروف والابن مجهول النسب. ضروري أنا الأول كيف تقولوا دائما أن يدخل المشرع، يدخلوا الناس ديال الدين، يدخلوا الناس ديال القانون باش يلقاو حل لهؤلاء الأطفال، لأن من الحرام من العيب أن يكون الطفل في القرن 21 مجهول الأب وأن الأب ديالو معروف، بل أنه أكثر من هذا كاين حتى أنه كيوقع إقرار أحيانا من طرف الأب هذا الطفل، إلا أنه هناك شروط في الإقرار إذا لم تتوفر فإنها هي شروط شكلية في الواقع، إذا لم تتوفر لا يعترف بذلك الطفل، وقد يعتبر أنه ابن الزنا، ولا كان ابن الزنا فهو بدون نسب ولا ينتسب إلى ذلك الأب من ناحية الآراء الفقهية. الآن في تطور كبير اللي كعرف المغرب من ناحية الرقمية، من ناحية تقدم اتفاقية الدولية اتفاقية حقوق الطفل، فبالتالي على الأقل نناقشوا المشكل ونطرحوا للنقاش، وأنا على يقين بأنه إذا طرحنا النقاش غادي نلقاو الحل بطريقة أو بأخرى. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.